قام يبعدها، أعادت أوزبكية في الجهة اليسرى، حيدروف أحمدوف قوية، الله يا رب أحمدوف يقص شريط الافتتاح بواحد من أجمل الأهداف في ربما سيكون أحمدوف. أوديل بيلعب لك كرة قوية، حلق لها قاسم لكنه لم يصل، حلق لها برهان، لكن أحمدوف يؤكد البرهان بأن منتخب أوزبكستان كان هو الأفضل. قوية لافة رايحة في العارضة، اللقطة تكمل الطريقة إلى الشباك. 1-0 تسديدة قوية جدا من جانب اللاعب أحمدوف، هنا الكرة البينية لكن الكرة بتتخلص، الكرة بتتخلص، حقيقة هدف جميل.